قبل ما اسالك عن الاسعار ونظم الدفع، هسالك السؤال الاخير او السؤال اللي قلت لك عليه في الاول واللي كان مهم جدا بالنسبه للناس اللي بتتفرج. هل خبرات الباشمهندس محروس الزيني وشركه ارقى سابقه عملها في المباني الكوميرشال او المباني الكوميرشال الكبيره في شارع 90 الشمالي والجنوبي، هل ده يأهلها انها تعمل ابراج، ولا هل استعانت بحد تقيل في المجال ده او حد تقيل في المقاولات عموما والاستشارات الهندسيه؟ بص، هي خبراتهم لوحدها تأهلهم انهم يعملوا المشروع، ولكن احنا ما تأهلهم طبعا مليار المية. بس هي البوينت، احنا ما كناش عايزين نعمل المشروع وخلاص، هو مش طوب اسمنت، احنا كنا عايزين نضيف زيادة على اللي موجود النهاردة، عشان كده استعنا بخبراء تقال موجودين معانا. فاحنا لو عندنا خبرة 20% 50% 70%، لا وصل الخبرات دي ل 400%. ان انا النهاردة بتكلم مع حضرتك كاونر للمشروع كشركه ارقى، وبعد كده عندي اوريدي الطاقم العمل مين شركه الكاد هي اللي بتحط معايا الرولز اللي احنا بنتكلم عليها في التشغيل. جميل. بتقول لي الكوريدور ده لازم يكون 6 متر والكوريدور ده 4 متر والكلام ده كله. هكمل لك. شركه الكاد بتحط لك الانستراكشنز دي اللي بيطبقها على الماستر بلان. شركه من اقوى الشركات الهندسيه اللي موجوده في الماركت هي شركه ارت لاين، هي اللي بترسم لك الكلام ده كله بالمناطق اللي موجوده في الفود كورت بالسيرفيس كوريدور بالكلام ده كله. هي اللي بتطبق لك ده على ارض الواقع، على ارض الواقع، واللي بيسوبرفايز على الناس دي كلها صبور. حلو جدا. فهي دي الفكره كلها، ان انت تكمل السايكل.